مع انتهاء شهر رمضان المبارك يكون الجسم قد اعتاد على نمط غذائي ومعيشي مغاير للنمط المتبع خلال بقية العام، إلا أنه مع أول أيام العيد فجأة الجهاز الهضمي بعد ما كان معتاد على أنه هو في فترة راحة في النهار يستعد لأذان المغرب فيفرز العصارات الهاضمة ولا يكون هنالك أي استقبال لطعام أو شراب. في أول أيام العيد يصيب شوك، هذه الصدمة بتناول كميات مفاجئة من الطعام والشراب خلال فترة النهار. هذا يستدعي منا مشاهدينا بأن ننتبه أكثر للعادات التغذوية اللي تكون سليمة وصحية خلال فترة العيد حتى تمضى فترة العيد على خير وسلام، لأنه كما نعرف بأنه المستشفيات للأسف أقسام الطوارئ فيها تكون في أول أيام العيد كل أجهزتها مستنفرة لاستقبال العدد الكبير من حالات التسمم الغذائي وحالات التلبك الغذائي والمشاكل الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي. حتى نتجاوز هذه المشاكل مشاهدينا لابد من أنه نتبع عدة خطوات، أهمها الابتعاد عن المأكولات الدسمة اللي ممكن ترهق الجهاز الهضمي والمعدة. أيضا مشاهدينا نبتعد عن تناول القهوة والشاي والتدخين مع الصباح الباكر، يعني من يصحى واحد فينا أول ما يصحى يفاجئ جسمه بالتدخين أو يفاجئ جسمه بالقهوة والشاي اللي ممكن يؤدي إلى التهاب. لابد من أنه نقلل شوي من العزايم في العيد وحتى تقبلنا لدعوات الآخرين، حتى نبعد عن أنفسنا أيضا فرصة أنه نتناول دهون أو أغذية ممكن تكون دسمة وتضر بصحتنا، وحتى نضمن العيد إن شاء الله نحتفي فيه وينتهي على خير وسلامة. مشاهدينا كل عام وأنتم بألف خير، نتمنى لكم عيد فطر مبارك وسعيد لكم ولجميع مشاهدين قناة التغيير. دمتم في أمان الله.